السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الخبر معانا النهاردة مسرع 4 أشخاص من أسرة واحدة في حادث تصادم بالشرقية. لقى 4 أشخاص من أسرة واحدة مسرعهم مساء اليوم متأثرين بالإصابات اللي لحقت بهم بسبب تعرضهم لحادث تصادم سيارة مع توك توك بناحية عمار علي طريق فقوس الحسينية. البداية بتلقي الأجهزة الأمنية بالشرقية بلاغ بوقوع حادث تصادم سيارة مع توك توك بناحية عمار على طريق فقوس الحسينية، ما أسرع مسرع أب وزوجته وطفلتيه متأثرين بالإصابات اللي لحقت بهم. نقلت الجسامين الأربعة لمستشفى فقوس المركزي والتحفظ عليهم بمشرحة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة لطلب تحريات المباحث حول الواقعة وملابستها. تم رفع آثار الحادث وتسيير الحركة المرورية أمام المركبات. إن لله وإنا إليه راجعون، لا حول ولا قوة إلا بالله، ربنا يرحمهم يا رب.